اهلا ومرحبا بيكم متابعي رويال. الداو جونز هبط اكتر من 1200 نقطة خلال اخر يومين من الاسبوع الماضي، وده بسبب ارتفاع عوائد السندات الامريكية، واللي طبعا ليها تأثير سلبي كبير جدا على سوق الاسهم الامريكية ومؤشر الداو جونز. تعالوا نشوف الكلام ده على التشارت. الداو جونز بيتداول حاليا عند مستويات ال 31250، طبعا كان هبط بشكل كبير جدا يوم الخميس والجمعه الماضيين، وصل لمستويات ال 30835، ودي كانت منطقه دعم قويه جدا بالنسبه للداو جونز، لانها بتمثل متوسط متحرك 50 يوم، طبعا ارتد منها بشكل كبير جدا. ولو هنشوف على اطار زمني اقل على الاربع ساعات، هنشوف ان نفس المنطقه دي كانت بتمثل نسبه تصحيح 50% فيبوناتشي، ارتد منها الداو جونز للاعلى، ومتوقع انه يستكمل الهبوط خلال الايام القادمه. ولو هنشوف على اطار زمني اقل، هنشوف انه الداو جونز متوقع انه هيكمل هبوط خلال الساعات القادمة، لكن هو حاليا بيعمل صعود تصحيحي، واحتمال انه يوصل لمستويات ال 31420 كتصحيح فقط ويهبط مرة اخرى. طبعا احتمال انه يوصل مرة تانية لاسعار ال 30900، وطبعا بكسر هذه المنطقة قد يصل لمستويات ال 30600 اللي بتمثل 61.8% فيبوناتشي. طبعا اما في حال اختراق منطقة ال 31460، فاحتمال كبير جدا ان يصعد الزوج مرة تانية لمنطقة المقاومة القوية حول اسعار ال 31675، ثم باختراقها قد يصل ل 32000 مرة تانية. ده كان التحليل الفني للداو جونز. لو عندك استفسار عن اي زوج تقدر تكتب لنا في التعليقات. شكرا ونراكم في فيديو قادم.